Esmesin Vatan. يعطيك العافية معالي الوزير. أهلا حبيبي، أمرني. جايب لك هالدعوة لافتتاح مصنعنا جديد، وحابين تكون هالمناسبة برعايتك. مصنع شو؟ لا 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 لا، هيدا من اختصاص الوزير البديل جبران. أهلا حبيبي. أهلا، شو صار له معالي الوزير؟ ماشي مهم، أنا بروح على الافتتاح. يعطيك العافية معالي الوزير. اهلا حبيبي، امرني. في عندي هالرخصة، بدها توقيعك الكريم لو سمحت. رخصة؟ رخصة شو؟ لا 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 لا، هيدا من اختصاص الوزير البديل جبران النجدة. هاي حبيبي، انا بمضي لك هالرخصة، انا الوزير البديل، ما طعت الهم. بس ليش عمل هيك معالي؟ يعطيك العافية معالي الوزير. أهلا حبيبي، أمرني. إلنا مبروك، أخذنا الميدالية الذهبية لسنة 2013 عن أفضل أنين تنبيد. تنبيد؟ جبران؟ يا حبيبي، معقول جايب أنين تنبيد للوزير حسين الحاج حسن؟ وزير من حزب الله بتجيب له مبيد؟ ما هو وزير الزراعة. بعرف، بس رح نحاول نضم المبيد للمشتقات النفطية ليصير من اختصاصي. انتو جماعة المبيد ما بقى تقربوا صوب الوزير حسين الحاج حسن، لا افتتاح ولا دعوات ولا تراخيص ولا الدواء. اوكي؟ اوكي، كل انواع المبيد؟ لا، في نوع مبيد واحد بدنا منه، بدنا نبيد الصهيونية والإمبريالية والحركات التكفيرية اللي عم بيتآمروا على المقاومة، وغير هيك ما بدنا نبيد بالأفراح.